تحية وأجمل تحية مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أينما كنتم الذين تتابعون هذا الحدث وأعضاء اللجان الميدانيين والمتابعين والمهتمين بالتنظيم والانطلاق في هذه اللحظات على نوع دفعة جديدة شوط آخر يتحرك وهو الشوط الثالث عشر في مجموع أشواطنا في صباح هذا اليوم المقررة ب 16 شوط لفئة الثنايا لأبناء القبائل. نتابع هذا الشوط الذي يحمل في طياته الأبكار المحليات الأصايل. نذهب مع 6 كيلومترات لنتابع المركز الأول مياسة علي بن خليفة الرميثي من يقدم لنا مياسة في أول المراكز. أما المركز الثاني جبارة راهد بن محمد بن فريوه المنصوري على المركز الثاني، والنقلة التالية إلى المركز الثالث بن صوغان سلطان بن ضاحي بن سلطان الحميري، ثالثا النقلة التالية إلى المركز الرابع والوصول من سرابة سيف بن سعيد الخريباني النعيمي. أما المركز الخامس تأتينا ديمة لأحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي، والمركز السادس فهنا إسحام سالم سلطان بن غالب المنصوري الذي يقدم لنا إسحام في المركز السادس. والمركز السابع تأتينا محبوبة الحمد بن عبيد بن محمد الوهيبي. إذا انتقلنا إلى المركز الثامن نلقى شيجا الهادي بن احمد بن حسن بن ثيمة العامري على ثامن المراكز. والمركز التاسع الوصول من قبل الوثبة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. النقلة التالية الى المركز العاشر فهنا سرابة غالب بن محمد ابو حبل المنصوري. هذه المراكز الاولى مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء العشرة، المراكز الاولى وفي اول 2 كيلومتر نحن نتابع هذه الشعارات التي تتسيد على المقدمة. وهنا أيضا علي بن خليفة الرميثي من يتقدم في هذه الجولة يتابع طريقه وطريق الناموس ليعلن وجوده على المركز الأول ويقدم لنا مياسة. نعم مياسة هي من تدير المعركة إدارة حكيمة وصحيحة. أما المركز الثاني جبارة راشد بن محمد بن فريو المنصوري يأتينا على ثاني المراكز، ولكن الغارة بدت من المركز الثالث من بنت صوغان سلطان من ضاحب السلطان الحميري، والوهيبي قادم أيضا يشق طريقة بكل عز ونصر مع محبوبة الحمد بن عبيد بن محمد الوهيبي. أما المركز الرابع اللي هي ديمة أحمد بن عبد الله بن محمد الرميتي يأتينا على المركز الرابع والمركز الخامس. لا هنا أسحامة تأتينا على المركز الخامس سالب سلطان بن غالب المنصوري الذي يقدم لنا إسحام من مركز إلى مركز إلى مركز وانتصف المراكز واستقر في المركز الخامس. أما سادس المراكز الشيجة تأتينا على المركز السادس، وبشعار هادي بن أحمد بن حسن بن ثيمة العامري هو من يتواجد في هذه المسيرة. المركز السابع الوصول من سرابة سيف سعيد الخريباني النعيمي سابعا. أما المركز الثامن ثامن المراكز الوثبة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي الذي يقدم لنا الوثبة أيضا، وبدأ أيضا يغير بالمراكز من مركز إلى مركز إلى المركز الثامن والمركز التاسع. فهنا تأتينا الطيارة منصور بن أحمد بن علي السبوسي، والمركز العاشر تجاوز من سرابة غالب بن محمد بو حبل المنصوري. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. انتهينا من إذاعتنا وندانا الثاني، وما زلنا نحن طالعين نازلين ناخذ الشوط يعني بكل جد وبكل إثارة. والرميثي الله يا رئيس الهجانة، رئيس الهجانة ما زال مستلم المقدمة مع مياسة يدافع عن المركز الأول علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي الذي يتواجد بالمركز الأول. أقرب منافس لك لوهيبي، وصلنا مع محبوبة وتحت راسه شيء أشوف يعني مندفعة ومسرعة إلى المركز الأول. تتابع مياسة بالمقدمة تحمل شعار حمد بن عبيد بن محمد لوهيبي بالمركز الثاني. أما المركز الثالث بن صوغان سلطان بن ضاحي الحميري يأتينا على ثالث المراكز. أما المركز الرابع ديمة تأتينا رابعا، وأحمد بن عبد الله بن محمد الرميثي الذي يقدم هذا الشعار. أما المركز الخامس
خامس تأتينا اللي هي الطيارة منصور بن أحمد بن علي السبوسي مع الطيارة في خامس المراكز. وانتظروا يا سلام يا بن غالب يا المنصوري يا بن غالب يا المنصوري، ركز بس ركز ركز مع أصحاب سالم بن سلطان بن غالب المنصوري يأتينا على المركز الخامس. أما سادس المراكز سرابة غالب بن محمد أبو حبل المنصوري، الله يا أبو حبل. أول إذاعة كان في المركز العاشر، ثاني إذاعة في المركز الثامن، الآن في ثالث إذاعة وصلنا إلى المركز الرابع. سلام عليك يا أبو حبل سلام، شوي ركز بس ركز ركز لأن أمامك شعارات كبيرة تتابعك هناك أيضا. الوصول من حدث وماذا حدث مع بن رشيد في هذه الجولة؟ أول حدث نعم تأتينا بهذا الشعار وسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي الذي يقدم لنا حدث في هذه الجولة، يتابع أيضا طريقة وطريقة التحدي. المركز الخامس سرابة غالب بن محمد أبو حبل المنصوري، المركز السادس فهناك بن صوغان سلطان بن ضاحي الحميري في سادس المراكز، والمركز السابع الشيقة هادي بن حمد بن ثيمة العامري هو من يقدم هذا الشعار. المركز السابع طلب، يا الله طلب طلب طلب، وأيضا تطالب بالناموس تطالب بالناموس منصور بن عبيد بن سالمين المنصوري. والمركز الثامن الوصول من الوثبة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. نكتفي بهذه المراكز الأولى وبنعود إلى الرميثي. يلا يا أبو راشد يلا ركز 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 ركز، اشوف العبيد الوهيبي قادم يتابعك ايضا ولما اعطنك مجاله. حذاري وحذاري وحذاري، هناك حدث بعد حدث لها صوله وجوله وتحمل شعار سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي المركز الرابع. سرابه تتحرك، يلا يا ابو حبل يلا يا ابو حبل، يا سلوم يا سلوم يا سلوم، اشتعلت ولعت. يلا يا الرميثي يلا طلع العصب الابطال طلع العصب الابطال، لان بن رشيد اهل جميله أهل جميلة في المقدمة. على كل حال الناموس لجميلة بين الرميثي وبين بن رشيد، هم يتصارعون على المركز الأول. هناك السلام إلى برج العرب، السلام. شوفوا التحدي، شوفوا الإثارة، شوفوا القوة. مياسة ما زالت في المقدمة، مياسة علي بن خليفة الرميثي من البداية خذت المركز الأول، ولكن حدث يا بن رشيد حدث يا بن رشيد، روح لأن الأمور. أما المركز الثالث تأتينا سرابة غالب بن محمد بو حبل المنصور، يلا يا ابو حبل عندك الفرصه الاخيره عندك الفرصه الاخيره، ولكن الرميثي مستعد للمعركه، جاهز 10 على 10. روح يا ابوها، ايوه هاي الحركه، روح كمل البرحه كمل. ولكن حدث ما زالت في الحدث، حدث ما زالت ايضا تصارع بشعار سعيد بن خليفه بن رشيد، ولكن الرميثي ما زال في المقدمه. اشوف الثالث يا بول، الوثبه خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي على ثالث المراكز، ولكن المعركة حامية الوطن، المقدمة حامية الوطن بين الرميثي وبن رشيد، بين الرميثي وبن رشيد. ما زال الرميثي بن رشيد يا بن رشيد، الرميثي بن رشيد بن رشيد راعي حدث سجل الحدث. سلام يا جميرة، سلام جميرة رقم 8. ولكن عاد خلاص انتهت المعركة بفوز حدث بالمركز الأول. نهني سعيد بن خليفة بن رشيد المركز الثاني، مياس العلي من خليفة بن رشيد المركز الثالث، ووصلتنا الوثبة خليفة بن عبد الله بن هاي نعيم المركز الرابع، سراب الغالب بن محمد أبو حبل المنصوري المركز الخامس. فهنا أيضا الوصول من سحامة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، استمتعنا في هذا الشوط وراقبنا وشاهدنا المعركة من البداية، وشاهدنا مياسة وهي تسيطر على 6 كيلومترات إلى أن وصلت إلى المنصة الرئيسية وسلمت المركز الأول في النهاية لحدث السعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. تابعنا هذه المعركة وتابعنا أيضا هذه الشعارات التي اتصارعت على المركز الأول بكل ما لديها من قوة وكل ما لديها من إثارة وعزم وإصرار على التوقيت. نشوف لحظة وصول حدث إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقداره بالتأكيد 9:30 2 جزمة ثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، والسلام عليكم يا أهل جميلة. مياسة وصلت في المركز الثاني لعلي بن خليفة الرميثي بتوقيت زمني مقداره 9:30 3 أجزام الثانية. تهانينا وألف مبروك أيضا للرميثي. أما المركز الثالث
المركز الثالث الوثبة الخليفة بن عبد الله النعيمي، وصلنا على المركز الثالث بتوقيت زمني مقدارة 9 دقائق 32 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. التحية تت